السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني في حلقة جديدة على قناتكم إسبيتسيوس. الحلقة إن شاء الله بحول الله غادي ندوي فيها على لاموي ليبينار. لاموي ليبينار هي واحد الجزء مهم من السيستيم نيرفو سنترال، مهم ومهم بزاف، لهذا غادي تحاولوا تركزوا معايا في أقصى درجة ممكنة كما كنطلب منكم في جميع الفيديوهات. هاد السيستيم هذا ديجا شفناه وشفنا فيه مجموعة من الحلقات اللي مهم أنكم تشوفوها واحدة مرة واحدة لأنه يبني بعضها الآخر. صافي اتفقنا، شوفوا الحلقات السابقه وتشوفوا هذه الحلقه هذه باش تقدروا تفهموا بشكل جيد هذه الامور هذه اللي غادي ندوي عليها دابا. حتى الا كنتم شفتوا الحلقات السابقه وشفتوها شحال هذه عاودوا شوفوها دابا من اجل الاستذكار. وقيدوا كما كنقول لكم ديما في الكارني ديالكم هذا الشيء هذا اللي كنقول، المعلومات الواضحه اللي كتبان لكم قيدوها عندكم. كما كتعرفوا اننا هذا الشيء هذا دائما الماده اللي كنخدموا عليها ولا اناتومي الى فيزيولوجي اللي درنا فيها جوج ديال لي سيستيم من غير سيستيم نورولوجيك اللي هو سيستيم ريسبيراتوار وسيستيم سيركيلاتوار اللي ترجعوا تشوفوهم ضروري جدا. صافي دابا غادي نكملوا ونبداو في الدرس ديالنا بدون تاخير. اول حاجه غادي نحاولوا اننا نعرفكم على هاد لامولي بينير وشنو كتعني وشنو هو الديفينيسيون ديالها. الى جا شي واحد عندك وقال لك انت يا طالب التمريض تقول له نقول لك بغيت نعرف ديك النخاع الشوكي شنو كيعني لامي لي بينير، تقول له واخا انا نعطيك ديفينيسيون ديالو ونشرحها لك. تقول له لامي لي بينير هي سي لا بارتي دو سيستيم نيرفو سنترال سيتوي دون لو كانال راشيديان. يقول لك شنو هذا الشيء، تقول له النخاع الشوكي هو واحد الجزء لا يتجزأ من الجهاز العصبي المركزي وهو يقع واحد الحاجه كتسمى لو كانال راشيديان. وكانال هي قناه باللغه العربيه. هاد القناة هادي الدور ديالها هي حماية ديال هاد يعني الدور الأساسي ديالها هو الحماية ديال هاد لامو ليبينار اللي هو النخاع الشوكي. وغتقول بأن الدور ديالو العام، بعدا قبل ما نقولكم الدور ديالو العام غادي نهضر لكم على هاد الكانال غاشيديا. الكانال غاشيديا كما كتشوف في الصورة هادي فقرة من فقرات الكونو فيرتيبرال ديالنا. كما كتعرفو الكونو فيرتيبرال ديالنا هو مجموعة من الفقرات العظمية. صافي وهاد الفقره هادي كتشوفوا في وسطها واحد الخو واحد الحفره، هذيك الحفره هي اللي كتشكل لنا الكانال غاشيديان، يعني كتشكل لنا ديك القناه اللي كتحمي لنا اللي كتكون في وسطها لامولي بينير. حاولتي دابا انت تخيل كيفاش، ولكن نعطيك الصوره باش ما تبقاش كتخيلها في الهواء. هذه هي الصوره ديال لامولي بينير اللي موجوده، هذه هي لامولي بينير هذه اللي موجوده في الوسط، وديك الحفرات اللي كتلاقى واحده مع واحده يعني في فقره مع فقره وكتعطينا كانال، كتعطينا واحد القناه. اتفقنا دابا فهمتي شنو هي الكانال غاشيديا وفهمتي علاش لامو لي بينير واحد البارتي من لي بارتي ديال السيستيم نيرفو سونترال. شرحتي له الديفينيسيون قلتي له قالك شنو الدور ديالها شنو كديرنا في الجسم، تقول له اون جينيرال عندنا هي اي لاسيور لا كومونيكاسيون بيديريكسيونيل انتر لو كور اي لو سيرفو. تقول له ستادير انه هي اللي كتضمن لنا التواصل ما بين الجسم والعقل في المنحيين معا. كيفاش؟ يعني ان الجسم كيعطي اوامر للاعضاء ديالنا عن طريق هاد لامولي بينير، وايضا الاعضاء كتعطينا الاوامر للجسم عن طريق ماشي كتعطينا الاوامر باش كتصيفط لنا السيولات العصبيه، كتمشي طلبات لو سيرفو ديالنا عن طريق هاد لامولي بينير. هادشي بالتفصيل غادي ندويو عليه في الفيزيولوجي ان شاء الله بحول الله في الفيديو القادم. دابا غادي نحاولوا نركزوا شويه على الاناتومي. غتقول له واخا كمل معايا. هاد الشخص هذا اللي كيتحاور معاك غادي يقول لك دابا انا ما عرفش انا كيفاش دايره هاد لامولي بينير، فحاول تشرحها ليا وتقول لي المكونات ديالها ووصفها ليا. غتقول واخا انا نعطيك لا فورم الى توبوغرافيك ديال هاد لامولي بينير، فركز معايا. تقول له انت سيش اون تيج سيلندريك ليجيرمون ابلاتي دافون ان اريير. تقول له واحد القضيب سيش اون تيج قضيب سيلندريك اسطواني. صافي اسطواني ليجيرمون شيئا ما منحني من الامام الى الخلف. هذا هو تقول له هذا هو الوصف ديالو. تقول له الوصف ديالو هو واحد القضيب اسطواني شيئا ما منحني من الامام الى الخلف. يعني سيت اون تيج سيلندريك ليجيرمون ابلاتي دافون ان اريير. هذا غتكتبها عندك هذا الوصف هذا وتحفظو باش الى استاذ ولا طبيب ولا اي واحد قال لك شنو هو لا فورم ولا شنو هي لا فورم لا توبوغرافيك ديال لامولي بينير، غتقول له هاد الجمله هادي. اتفقنا واخا كما كتشوفو في الصوره غتقول له يقول لك واخا يقول لك داك السيد واخا
فاعطيني زيد وصفها عليا. هي واحد القضيبة، ولكن صافي هي القضيبة كامل صافي. تقول له لا ماشي هي القضيب اسطواني وصافي، تقول له كاين فيه واحد جوج ديال لي غونفلومون بريزونت دو غونفلومون. شنو هو الغونفلومون؟ الغونفلومون هو واحد الانتفاخ. فغتقول له كاين عندنا غونفلومون الفوق ديال لامو ليبيني وغونفلومون التحت ديال لامو ليبيني. الغونفلومون اللي الفوق هو غونفلومون سميتو غونفلومون سيفيكال، وغونفلومون اللي التحت غونفلومون سميتو غونفلومون لومبار. نقول لك علاش هذاك سميتو سيرفيكال ولا سميتو لومبار؟ تقول له بكل بساطه سيرفيكال لانه قريب من السيرفولي، في لابارتي اللي في موجود فيها السيرفولي فسميناها على اساسه سيرفيكال صافي. والغونفلمون لومبير لانها موجوده في لابارتي لومبير ديال الدار ديالنا، فلذلك سميناها الغونفلمون لومبير. اتفقنا؟ هاد الغونفلمون تقول له ان عنده ادوار مهمه غادي نشوفوها معك من بعد. دابا ركز معايا في لافورم، تقول له واخا يقول لك مزيان. انا نعطيك انا دابا واحد المعلومه اللي مهمه بزاف وتقدر تزيدها باش ان شاء الله غادي نحتاجوها من بعد. كوريسبوندون ا لانستانس دي بلكسيوس براكيال اي لومبو ساكري، شنو هما هادشي هذا؟ نقول لك بانه هاد الغونفلومون لومبار اللي عندنا تحت الدار، هاد الغونفلومون هذا كيكون موافق لتكون البلكسوس براكيال واللومبو ساكري. البلكسوس براكيال هو هذا اللي غتشوفوا دابا في الصوره. البلكسوس براكيال مجرد حزمه ديال الاعصاب اللي كتكون عندنا في الجهه ديال الكتف ديالنا صافي، وايضا موافق سميتو اللومبو ساكري. اللومبو ساكري هو هذا اللي غتشوفوا دابا في الصوره، غاشيس لومبو ساكري، واللي كيكون في اخر 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 حاجه عندنا في 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 سميتو في لامولي بينير وفي كولون فيرتيبرال، خصوصا في الكولون فيرتيبرال. اتفقنا؟ هذا هو لومبو ساكري. التكون ديال هاد الجوج هادو كيكون موازاه مع التكون ديالهم في المولومبير صافي. هذه معلومه خذها عن جانب لاننا غادي نحتاجوا هذا الغاشيس لومبو ساكري، وغادي نحتاجوا ايضا من بعد ان شاء الله الفلكسيس براكيال. دابا قال لك اوكي واخا دابا وصلتيها لي، عطيتيني لي غون في الموني في حاجه الانتفاخات، واش هادشي اللي كاين؟ قول له لا، كاين واحد الحاجه واحده اخرى كيعتمدوا عليها العلماء في تقسيم لا موني بينار. قول ليه كتعرف الكولون فيرتيبرال؟ يقول لك اه. قول له كتعرف بان الكولون فيرتيبرال مكونه من فقرات عظميه؟ يقول لك اه. قول له العلماء دوك الفقرات شدوا كل فقره وعطاوها واحد الاسم صافي، على حسب البارتي ديال الجسم ديالنا عطاوها واحد الاسم. بحال دابا هاد الفقره هادي العليا سميتها سي ان، وهاد الفقره الاخرى سميتها اس اس 5 صافي. وحنا غادي ان شاء الله بحول الله في واحد السيستيم اللي هو سميتو سيستيم لوكوموتور، اللي كيدوي على هو جهاز العظمي ديال الجسم ديالنا، غادي ندويو فيه على كولون فيرتيبرال وعلاش سماو هاد الفقرات هادي هكا، يعني ونحفظو شويه هاد السميات هادو ان شاء الله. ولكن دابا كنهضرو على لامولي بينار. لامولي بينار هي هادي اللي في وسط، اللي في وسط الكولون فيرتيبرال، اللي كاينه في كانال غاشي ديال. غايقولك واخا، غايقول لك واش حتى هي عندها سميات وتقسيم؟ غايقول لك تقول له اه، كيف ما قسموا الكولون فيرتيبرال حتى هي مقسمه. هي الكولون فيرتيبرال مقسمين على حسب الفقرات، ولا مولي بينا مقسمين على حسب لينير الاعصاب. فاقول له مثلا عندنا هاد السي ان هو اول نير كيخرج لنا من لا مولي بينير، وهاد النير هذا على حسابه قسمنا اول قسم من لا مولي بينير صافي. وكل ما خرج لنا نار كل ما كنشدو نعطيو قسم في لاموري بينير حتى لاخر حاجه هكاك. يقول لك واخا، يقول لك قسم ليا واخا، عطيني الاقسام اللي عطاهم هاد العلماء. تقول له واخا، قول له عطاهم، عطاونا ربعه ديال لي سيغمون. قال لك بان لاموري بينير كامله كتنقسم ربعه ديال لي سيغمون. اول سيغمون هو سيغمون سوبيريور، وهاد لي سيغمون، هاد سيغمون سوبيريور يكون كورت قصير. كاين تما واحد الجمله سميتها في سويت او بولب، ديك بولب كاينه في السيرفولي، واحد البارتي كاين في السيرفولي ولا في الترونسيربال فون، كاينه في الترونسيربال، ولكن دير راسك انك ما شتيهاش كاع، نساها حتى نهضروا على الترونسيربال. الترونسيربال وغادي نجبدوها ان شاء الله وندويو عليها. اتفقنا؟ اوكي. دابا انت خصك تعرف ان السيكون سوبيريور فيه النير سي ان والنير سي دو صافي، عليها قصير عليها كورت. اتفقنا؟ اوكي. سيغمون سيرفيكال، على سمينا سيغمون سيرفيكال لانه قريب من السيرفوري، ديك البارتي كامله سميتها سيرفيكال. اتفقنا؟ سيغمون سيرفيكال. هاد سيغمون سيرفيكال هو حزمه، مجموعه حزمه اعصاب. هاد الحزمه هي كتبدا من سي 3 حتى دي 2. في الحقيقه كنخص نكتبو دي 2، انا كنخصني نبدلها، ولكن سي با كاف. المهم انا غادي نقول لكم علاش دايرين تما دي 2.
دي دو لأنها الفقرة المقابلة للتي دو، هي هذه الفقرة دي دو، وهذه هي البارتي تي دو اللي كيخرج منها النار تي دو، صافي عليها هما داروا دي دو ولا حتى تي دو بحال بحال، صافي. اوكي دابا عندك دي، انت بدلها بالتي، اكتب عندك تي، يعني كنهضروا على لينير دابا، صافي. هاد السيجمون سيريال كيبدا من سي 3 حتى لتي 2، ما بين سي 3 اللي هي هادي حتى لتي 2 اللي هو هذا، كاين 8 ديال الاعصاب، كاين 8 ديال لينير، حسبوهم. اوكي اوكي موراها كاين عندنا سيجمون توراسيك. سيجمون توراسيك كيبدا من دي 2 حتى لدي 9، دي 2 اللي هي تي 2 هي هادي حتى لتي 9 هي هادي، صافي. اوكي اتفقنا. شحال فيها من اعصاب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال الاعصاب حتى هي. اوكي 8 ديال لينير. من بعد عندنا السيجمون توراسيك، توراسيك هو اللي دوينا عليه دابا. علاش سماه توراسيك؟ علاش سماه توراسيك؟ واخا كتعرف ان التوراكس هو الصدر ديالنا، والجهه المقابله من اللور ديال الصدر ديالنا هي هاد البلاصه اللي سميناها سيغمون توراسيك، لانها مقابله مع الصدر ديالنا، جات في لا ريجيون دي في الصدر ديالنا فسميناها التوراسيك. اوكي سيغمون لومبير، سيغمون لومبير كيبدا من تي 9 حتى ال ال ان، تي 9 حتى ال ال ان. اوكي فيه شحال من عصب؟ فيه 1 2 3 4 ما ديال الاعصاب، صافي. تقدر تبقى تشوف في كتبه هنايا معايا انني داير دون نيسونس اونير دي مومبر سوبيريور و دون نيسونس اونير دي مومبر انفيريور. هادشي هذا كيتعلق بلينير اللي ديجا هضرنا عليهم في الحلقه السابقه، رجع الحلقه السابقه وتشوف اننا هضرنا على لينير بالتفصيل. اوكي اوكي مزيان. دابا غتقول لي راه باقيين عندنا شوش حاجه ديال لينير، واش سيتي انت لين سيغمون؟ صافي راه مازال عندنا من تي من ال ان عفوا حتى ال اس 5 و سي 0. هادشي فين خليتيه؟ هادشي كنجمعوه كامل وكنسميه واحد السميه، هنا غادي نشوفوها وغادي نقول لكم علاش. اوكي دابا غادي نشوفو دي بارتي واحد اخرين اللي هما هادو البارتي اللي بقاو لنا لتحت، واللي هو الكون تيرمينال. هاد الكون تيرمينال هو هذا، شوفوا هو هاد البلاصه الاخرى هادي ديال لا مويل ابينال، اتفقنا. اوكي اوكي هاد البلاصه هادي هاك كامل اللي هضر لكم عليها دابا، وما حسبناش من ال ان، شفتوا من ال ان حتى السي زيرو، هادي كامل كنسميوه كوي دو شوفال، يعني دايلو الحصان، وهذا كامل كيتعتبر كيدخل ضمن هاد السميه هادي، صافي. وكنجمعو فيه من ال ان حتى السي زيرو كاملين هادوك. الا قال لك شي واحد شنو كنسميوهم ولا اي بارسيه داخلين، قول له هذيك كنسميها كوي دو شيفال، صافي اتفقنا. اوكي الحمد لله. دابا كاين واحد الحاجه، شفنا كوي دو شيفال، شفنا الكون دو تيرمينال، ولكن كاين واحد الحاجه فوق سميتها فلون تيرمينال. هذيك هي الصوره ديالها هي هذه، غادي انا قلتها لك وما بغيتش نسيبريميها، ما بغيتش نحيدها من تما. علاش؟ باش تعرف انه كاين واحد الحاجه سميتها الفيلم تيرمينال، ولا جا شي واحد في الدرس وقالها لي كتقول له في البلاصه تتذكر هذه الصوره هذه وغادي تعرفها، فكتبها عندك وما تكتبش التعريف ديالها. بحال دابا الكون تيرمينال التعريف ديالها هو بارتي دو بلو انفيريور دو لا مويل، يعني هي هاد البلاصه هادي البارتي بلو بلو انفيريور دو لا مويل ابينار، و كوي دو شوفا هي لي راسين دو تخوا ديغنيغ نيرف لومبير، يعني هاد لي راسين كاملين ديال لي نيرف اللي كيخرجو من بعد لي نيرف لومبير، لي نيرف لومبير اللي شفنا قبيله في سيغمون لومبير، اتفقنا. اوكي اوكي دابا الفيلم تيرمينال، ما غاديش نقرا لكم داك التعريف ديالها، كوردون فيبرو كي سو بورسوي بار ليغامون. هادشي هذا نساه، دير راسك انك ما شتيش، عقل ليا على الفلويم تيرمينال وبان هذا هو الشكل ديالها، ما تزربش، وغنعطيك جميع المعلومات اللي خصك تاخدها، لان هادشي هذا غيكون ان شاء الله غنهضروا عليه في سيستيم لوكوموتور، هاد الكوكسي والكوكسيجيان وهادشي كامل غنهضروا عليه في سيستيم لوكوموتور بالتفصيل، فما تزربش، راه كل حاجه غادي نقراوها ببلاصتها. اوكي
اوكي دابا غنكمل ان شاء الله معاك ونقول لك بان لاموير بينير من بعد ما شفنا هادشي كامل عليها راه دايره على هذا الشكل هذا. واحد المعلومات بسيطه غادي نزيدها لكم هنا اللي كتعلق بالطول والوزن الى اخره. الطول ديال لابوي لبينير الحقيقي هو 42 عند النساء، يعني كانت 42 شي لي فام اي 45 شي لي زوم. اوكي الوزن ديالها البوا سي 30 غرام، يعني اش كتوزن؟ كتوزن 30 غرام. اوكي الديامتر ديالها عندك تسعود ا 13 مليمتر، هذا الديامتر ديالها. كونسيستونس هي موال، حنا غادي نعرفو علاش هي موال، غادي نعرفوها. اوكي الكولور ديالها بلونشاتر. اوكي عرفنا الكولور ديالها ابيض، عرفنا انا الكونسيستونس ديالها موال، غادي نشوفو علاش. عرفنا الديامتر 9 ا 13 مليمتر، بوا ديالها 30 غرام، و لونغور ديالها 43 ا 45، يعني شي لي فام 42 عفوا و شي لي زوم 45. اوكي اوكي تقول لي شنو هما ديك 31 بار دو نير اشيتي؟ شوف لا مولي بينير صافي كيما شفنا دابا ديك تي ان سي ان، داك التقسيم ديال لي سيغمون عقلتو عليه وكنقول لك بان كل نير عنده واحد السميه، راه لا مولي بينير كتخرج لنا على هاد الشكل هذا اللي كتشوفو في الصوره من هنا ازواج عاديه الاعصاب. فمثلا هنا سي ان، سي ان مخرج لنا سي ان من اليمين والسي ان ديال اليسار صافي، سي ان ديال اليمين والسي ان ديال اليسار. اوكي سي دو ديال اليمين والسي دو ديال اليسار صافي، هادو كنسميوهم ازواج الاعصاب، ازواج عصبيه. 31 بار دو نير اشيديا، عندنا 31 زوج ديال الاعصاب. بعد ما شفنا هاد المعلومات البسيطه هذه فحاول تقيتها عندك وغادي نكمل ان شاء الله. هذه هي الكويت شوفال اللي شفنا ديال الفارس ديال لاموي لي بينير اللي شفنا. اما لاموي لي بينير راه كتبدا هي من هنا الفوق، هادشي كامل كيبقى غير اعصاب ممتده، وحنا غادي نعرفوا شنو هي الاهميه والاعجاز ديال الله سبحانه وتعالى في هاد الاعصاب، علاش ما كملاتش لاموي لي بينير حتى لتحت. اوكي هذه هي لاموي لي بينير اونتوري دو تخوا انيك دو ميناج. واخا شوف كاينين كاين لاموي لي بينير اللي هضرنا عليها واللي تكون في الصوره هذيك بشكل عام، ولكن دابا غادي نشوفوا المكونات ديال هاد لاموي لي بينير. اوكي نشوفوها من اش كتكون صافي. واخا نقول لكم بان لاموي لي بينير تحيط بها من اجل الحمايه، كاين الحمايه هضرنا على سميتو، هضرنا على كولون فيرتيبرال، ودابا غادي نهضروا على شي حوايج واحد اخرين حتى هما كيحميوها. من اجل الحمايه كاين واحد الحاجه كتسمى بالعربيه السحايا، ولا بالفرنسي لي مينانج. هاد لي مينانج كيكونوا عندنا في السيرفو في الدماغ ديالنا الفوق، كما كيكونوا عندنا في لاموي لي بينير. وهاد لي مينانج هما هادو، عندك هاد الصفره هادي هي الخارجيه كاع البلي اكسترن وكتسمى تورمير. الا قدرتي تشد ورقه وترسم هذا على خاطرك وتسمي هاد السميه غادي يكون الافضل، لانك ما غاديش تنساهم ديك الساعات. فهذا دورمير اللي هي هاد اللي ملونه بالاصفر واللي هي البلو اكستيرن، وكاين البيمير واللي هي الكاين لداخل كاع صافي، وسميتها البيمير. اوكي واللي هي قلت كاين لداخل كاع، كاين لداخل كاع سميتها البيمير. وهاد اللي بالاخضر سميتو لاراكنويد، لاراكنويد البيمير والتورمير، هادو هما ما يسمى بالسحايا ولا ليمينانج. هتقول لي شنو هو هذا بحال الماء اللي كاين هنايا في الوسط؟ هذا هو ما يسمى بالال سي ار، وهذا والال سي ار هي اختصار ليكيد سيفالو غاشيديان. ان شاء الله بحول الله في الحلقه الاتيه غادي نتفصلوا في ليكيد سيفالو غاشيديان ونقولوا الاهميه ديالو والدور ديالو في الجسم، ولكن عرف بانه كاين تيغمير طبقه كتحمي لنا، وكاين لاراكنويد موراها هي بالاخضر، وكاين هاد ليكيد سيفالو غاشيديان بحالو بحال الماء تقريبا، كيكون تا هو نفس الشكل ديال الماء. وعاد كيكون عندنا البيمير صافي، ومن بعد كتكون عندنا هاد البلاصه هادي
دي سميتها. ومن بعد كيكون عندنا واحد الثقب هنا مهم بزاف سميتو كانال ايبونديمير. الكانال ايبونديمير حتى هي مهمه، غادي نشوفوا الادوار ديالها من بعد. صافي، دابا شفنا التقسيم العام، التقسيم العام ديال لاموالي بينار كيفاش مكونه من الداخل. اوكي، شفنا ان كتوجد السحايا كما كتوجد في الدماغ. قلنا هاد السحايا شنو هما؟ هما الطبقات التاليه دورمير لاكنويت والبيمير، داك الليكيد اللي في الوسط اللي هو ليكيد سفالوغاشيديان. صافي، هذا غادي نشوفوه من بعد، نشوفو الدور ديالو ان شاء الله في الحلقه الاتيه. قلنا بان كاين واحد الكانال، واحد القناه هي في الوسط كامل هي هادي سميتها كانال ايبونديمير. شوف انا راه كنقول لك السميات، كنقول لك شنو سبب التسميه باش انت تجيك الامور سهله الحفاظه، لان فريمون لاناتومي سيتادير الاسماء سيتادير الحفاظه ديالهم، خصك تحفظهم، خصك تعقل عليهم. اوكي صافي، اتفقنا. اوكي، هاد من بعد ما حيدنا داك السحايا وحيدنا داك اللي كيتسفالو غاشيديان، باش يبقى لنا هاد الامور هادي، باش تبقى لنا البارتي غريز صافي والبارتي بلانش. هاد لي بارتي هادو غريز هي هادي وبلانش هي هادي. انا غادي نشوفو علاش بلانش وعلاش غريز، وشنو كتكون هاد البلانش وشنو كتكون هاد الغريز، هادشي كامل غادي نشوفوه. اي ما تزالش بلاتي عليك. دابا هاد الغري، هاد الغريز هادي فيها، هي كيقول لك وصف ديالها بحال واحد الفراشه. اوكي، هي بحال واحد بحال فراشه، وهاد الفراشه عندها قرنين اماميين وخلفيين. اوكي، فكنسميو هادو لي كورن قرنين بوستيريور، وهادو لي كورن انتيريور قرنين خلفيين. اوكي، دابا نكملو ونقولو بان كاين مور لي كورن بوستيريور انفيريور كاين واحد لي كورن وحده اخرين، وما لي كورن لاتيرال، لي كورن لاتيرال جانبيين. حاجه سميتها جانبيه كنقولها لاتيرال، كورن انفيريور كورن بوستيريور كورن انتيريور او كورن لاتيرال. صافي، لاتيرال جانبيه، بوستيريور خلفيه، انتيريور اماميه. اوكي، اتفقنا، نكمل. دابا غادي نشوفو لي كوردون دو لا مويل. شفنا بارتي غريز، دابا نشوفو بارتي بلانش. اوكي، هي هادي، هي هادي، هادي هي فين، هي غادي نشوفو دابا. حتى هي الا قدرت ترسمها رسمها وكتب عليها التسميات هادو. عندنا الكوردون بوستيريور كيف ما شفنا لي كورن بوستيريور، دابا كوردون بوستيريور. ودابا عندنا عاوتاني الكوردون اونتيريور، وعندنا اليسر الكوردون لاتيرو، نفس التسميات. صافي، كوردون بوستيريور كوردون اونتيريور، هذاك شفنا الكورن، وهادي كنشوفو كوردون. اوكي، كوردون اونتيريور كوردون بوستيريور كوردون لاتيرو. دي كوردون لاتيرو يعني كوردون لاتيرال غوش كوردون لاتيرال دروات. صافي، اوكي، الحمد لله فهمنا هادشي. هذا رسمو عندكم، حفظو عندكم، هادشي خصو يتحفظ. صافي، هادو التسميات. نكملو دابا من بعد ما شفنا البارتي غريز والبارتي بلانش، غادي نقولك بان هاد لي بارتي هادو بحال دابا هاد البارتي دي كامله اللي كتشوفوها في الصوره معنا، هذه هي اللي سميناها قبيله سي ان. صافي، هذه هي اللي قسموها العلماء، هذه دابا غير بارتيه بحال بحال فقره من الكولون فيرتيبرال. اوكي، نفس التقسيم. علاش قلت لكم تقسمات؟ لانهم كيخرجوا منها دينار، عندك نار دروات ونار غوش، ولا كيتسموا لي غاسين. انا غادي نقول لك علاش. بلاتي عليك. دابا هاد لاموال هادي اللي عندنا هنا فيها واحد الشقوق سيلون، عندنا الشق الاول اللي هو الشق الكبير وهذا وكنسميوه سيلون فونترال، وعندنا واحد الشق صغير من الجهه الاخرى وكنسميوه سيلون دورسال. نقدر نقول لك باش نسهل لك هاد حفظ هاد الاسماء، سيلون وشق. علاش فونترال وعلاش دورسال؟ فونترال لانها جايه من جهه اللي جايه جهه الفونتر ديالنا. اوكي، ودورسال لان جايه من الجهه اللي جايه جهه الدورسو ديالنا اللي هو الظهر. دورسال فونترال، دورسال فونترال، اتفقنا. اوكي، بعد ما شفنا هاد الشقوق هادو بجوج، كاين واحد الحوايج واحد اخرين، واحد الاخاديد اخدود هو هذا، هذا اخدود
وهذا من هنا أخدود، هذا من هنا أخدود، وهذا من هنا أخدود. هاد الأخاديد هادو منهم هما موجودين باش يخرجوا منهم دوك لي غاسين، دوك لي نار اللي هضرنا عليهم. اوكي واخا، دابا هاد الأخاديد شنو كنسميهم باللغة الفرنسية؟ كنسميوهم هادو هما الأسماء ديالهم صافي، سيلون لاتيرو. هاد سيلون لاتيرو هما الأخاديد الجانبية صافي، أخاديد جانبية. شفنا هاد السيلون مونترال دون سافار، عرفنا علاش مسمينهم ديك السمية. ودابا لاتيرو قلت لكم شي حاجة لاتيرال يعني جانبية، سيلون لاتيرو يعني الأخاديد الجانبية، هما هادو بربعة بيهم اللي ورثت من الكتابة. اوكي اوكي، راه في اللغة العربية ماشي هي اللغة الفرنسية. مثلا هنا سيلون، فتاني إلا مشيتي شفتي هاد الكور هذا باللغة العربية، الجبر هنا شق، راه نورمالمون شق وهذا شق، ولكن هادو ما سميتهمش شقوق، هادو سميتهم خدود، أخاديد، عفوا أخاديد صافي. ولكن في اللغة الفرنسية محافظين على نفس السمية، سيلون سيلون. من بعد كيخرجوا لي غاسين، لي غاسين هما هادو، عندنا غاسين بوستيريور وغاسين أونتيريور. نفس الشيء في جهه اخرى، غاسين بوستيريور وغاسين اونتيريور. تقول لي يا استاذ دابا راه قلت لي انت كيخرجوا من تما لينير، واش لينير هي لي غاسين؟ واش الغاسين هي لونير؟ لا، شوف هادو غاسين، علاش؟ لانهم مفرقين هنا صافي، وكاين هذا وكاين هذا، عليه كنسميوه لي غاسين. اوكي، كاين هذا غاسين وهذا غاسين، وكاين هاد اللعيبات هادو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هادو ما سميتهم غادي سال، سميتو غادي سال. شنو؟ عقل، عقل معايا باش تفرق ما بين كل حاجه وحده. فاش تقول لك الاستاذه في الشرح ديالها غاسين، غتعرف انهما هاد الجوج هادو، هذا وهذا. وفاش تقول لك غادي سال، غتعرف هما ان هاد الطرف هادو، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. دونك شحال عندنا من غادي سال؟ نقول لها 5 غادي سال. اوكي، ولكن شنو هو لينير استاذ؟ لينير انت كتقول لنا خارج من تما لونير. لونير هو هاد الالتقاء، فهنا ابتداء من هنا كيبدا كيتسمى لونير. اتفقنا؟ هما هادوك، فهمتوا كل شيء؟ دابا غادي نشوفوا واحد الصوره عامه من اجل فهم افضل. هذه هي الصوره كامله، اوكي، لا مويلي بينير كامله. قلت لكم بانه كاين دو غاسين، غاسين اونتيريور وغاسين بوستيريور، اللي هما هادو هذا وهذا، ياك؟ قلت لكم بانهم كيتجمعوا كيوليو نير. اوكي، وكاين هنا ما حد مفرقين، عندنا خمسه ديال اللي غادي سال، هادو فهمتوهم. اوكي، ولكن كاين واحد التجمع هنا كيتجمعوا هكا بحال واحد الكره، بحال واحد الكره كتجمع هنا، هذا كتسمى سميه واحده اخرى ديال الكره، كتسمى غونغليون راشيديان. علاش سميتها غونغليون راشيديان؟ وشنو الدور ديالها؟ الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا الدور ديالها. اوكي، هذا غاسين فونترال، حيدوا عليكم هاد فونترال. تقدر تسميه فونترال، تقدر تسميه غاسين انتيريور وغاسين بوستيريور، فهمتي؟ انا قلت لكم علاش فونترال وعلاش دورسال، لانه جاي من جهه ديال الدار ولا جاي من جهه ديال الكرش، يعني هذا غير تفسير باش تقدروا تفهموه صافي. فهادشي علاش سموه فونترال ودورسال. تقدر تسميهم غاسين دورسال وغاسين فونترال، كما تقدر تسميهم في هذه الصوره هذه غاسين بوستيريور وغاسين انتيريور صافي. هاد الشقوق هادي راه ديجا هضرنا عليهم، الشقوق والاخاديد اللي هضرنا عليهم. اوكي، اتفقنا؟ هادشي باين واضح، كلشي وهداك اتفقنا عليه. كاين واحد الحاجه واحده اخرى الحلقه الجايه غادي نفسرو فيها، نقول لكم دابا على عجل، اللي هما لي نورون. هاد لي نورون هادو كما شفتوا في الحلقه ديال لي نورون اللي هضرنا على لي نورون وشرحناهم شنو هما، كاين منهم سونسيتيف، كاين منهم لي موتور نورون. سونسيتيف هما الحسيين، ولي نورون موتور هما الاعصاب الحركيه، الاعصاب الحسيه والحركيه اللي ديجا هضرنا عليها شحال هادي، شنو الدور ديالهم، كيفاش كتنتقل السيوله العصبيه فيهم، وداكشي كامل هادشي ان شاء الله ما سوف نراه في الحلقه الاتيه بحمد الله. كنتمنى من الله عز وجل ان الامور تكون مفهومه. هاد التسميات هادو ما عليكم غتحفظوهم صافي، غير غادي تحفظوهم امور غادي تبين لكم مزيان. غادي نجي الحلقه الجايه ان شاء الله، الحلقه الجايه اللي موراها غتكون على لا سيميولوجي، والحلقه اللي موراها غتكون تتمه ديال لا مولي بينير في لا فيزيولوجي. فهير غادي نجي نهضر على فيزيولوجي. انا نبغي منك اي واحد فيكم كلكم تكونوا حافظين هادشي هذا، فاش غير نجي نقول مثلا غونغليون راشيديان هاد الدور ديالو، تكون حافظ الكونغليون راشيديان وفين جا. اوكي، فهذا غونغليون وتهذا راه غونغليون بجوج بيهم. غير نهضر مثلا على الغاسين اونتيريور والغاسين بوستيريور، تكون عارفين اش كنهضر صافي. نهضر على الغاسيدال، تكون عارفين علاش كنهضر
substance blanche ou substance grise, ou la partie blanche ou partie grise. Il y a des substances blanches grises ou des substances blanches. Et nous avons des silons, nous avons des silons, nous avons des silons, ça fait. Silon latéraux, silon dorsal, silon ventral, nous avons des silons. Nous avons des formes, nous avons des formes. Segment, segment lombaire, segment cervical, داكشي تكون عارف يعني اش كنهضر الغونفلومون تكون عارف يعني اش كنهضر. اوكي، كنتمنى من هادشي هذا كامل يكون واضح مزيان. شكرا على المتابعه، ما تنساوش نشروا الفيديو ما استطعتم. ان شاء الله بحول الله مرة الحلقه نحاول ندير لكم الحلقه مباشره ديال السيميولوجي. عندي لكم واحد الاقتراح، فهاد العام هذا الاول غادي تبداو مباشره ان شاء الله في الدراسه، وغادي يبداو من المفروض عليكم ديروا مجموعه من العروض لي زيكسبوزي. في لي زيكسبوزي خصك تكون عندك بزاف ديال المهارات ديال لا بريزونطاسيون، و اون بليس ديال لا بريزونطاسيون انك تعرف تقاد ليكسبوزي بواحد الشكل اللي مقبول في البار بوينت. اوكي، ف واش كتعرفوا ديروا تخدموا في البار بوينت. الا ما كنتوش كتعرفوا تخدموا في البار بوينت، غادي ان شاء الله نكمل لكم واحد السلسله اللي ديجا بديتها شحال هذه كنهضر فيها على الوورد، كيفاش تخدم في الوورد. غادي نديروا فيها ان شاء الله البار بوينت ونوريكم كيفاش توجدوا لي زيكسبوزي ديالكم بواحد الشكل اللي احترافي. اوكي، على هذا الشكل هذا اللي كندير لكم انا دابا، هضراش هضره اكسبوز. اوكي، كنبريزونتي فيه واحد لي زانفورماسيون، وهكا غادي تبريزونتيو نتوما للكلاس ديالكم، فاش يقول لكم استاذ ديروا اكسبوزي. صافي، هذا الشيء اللي كاين. فكنتمنى الى كنتم محتاجينها كلوها ليا نديرها موازاة مع هاد السلسلة هادو اللي كنخدم عليهم دابا. صافي، اتفقنا. شكرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الى حلقة جديدة ان شاء الله.